مساء الخير، اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الحياه اليوم، حلقه نهايه الاسبوع يوم الخميس. الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع لمجلس الوزراء، وطبعا وبلا ادنى شك واول توجيهات من دوله رئيس الوزراء للحكومه المصريه بدايه التفعيل المباشر واتخاذ الاجراءات التنفيذيه لقرارات الرئيس التي صدرت بالامس. الرئيس بالامس اصدر حزمه كبيره اجتماعيه عاجلة، ومش عايز اقول لكم ان تأثيرها ايجابي ازاي على كل المستفيدين منها، وهم غالبا اغلبية العاملين بالشعب المصري سواء في الحكومة القطاع الخاص او غيره وعلى كل المستويات. اوامر ابدأ التنفيذ وايضا متابعة التنفيذ. خلينا اخد حضراتكم هنا، القضية دي ليها شقين زي ما اتناقشنا فيها بالامس، ليس فقط قرارات الرئيس ولكن تحركات الحكومة لضبط الأسواق، وده هتكلم عليه أيضا في هذه الفقرة في بداية البرنامج. الإعلان الثاني والقرار الثاني، وهو قرار مهم جدا، خدوا بالكم أن رئاسة الوزراء والأخبار المتداولة التي تم تأكيد بعضها حول وجود مستثمرين بأحجام ضخمة جدا ووجود توجه للاستثمار في مصر في قطاعات مختلفة، وقلنا لحضراتكم ان القضية ليست رأس الحكمة فقط لا غير، ولكن هناك العديد من الطروحات او العديد من التجمعات الدولية التي تدرس وبجدية الدخول في استثمارات عملاقة الى مصر بالعملة الاجنبية. النهاردة رئيس الوزراء ورئاسة الوزراء وعلى طول كده وبشكل مباشر قرر تشكيل لجنة قانونية وفنية في مجلس الوزراء، هتشتغل مع مكتب محاماة عالمي، مكتب محاماة عالمي International Law Firm. International Law Firm دي اول ما تسمع دولة بتقولها ده معناه ان اللي داخلك انت بتتكلم بقى على استثمارات بتعدي نطاق ال 300 مليون ومليار و2 مليار، لا انت كده بتتكلم على استثمارات عملاقة، بمعنى كلمة عملاقة صناديق استثمارية ضخمة جدا جدا هتدخل. وبالتالي انت النهاردة كمصر اصبح ليك مكتب محاماة عالمي يدرس عروض الاستثمار. خدوا بالكم مجلس الوزراء لم يعلن عن دراسة عقد، ده اعلن عن ان في مكتب فني بالكامل هيشتغل مع هذه الشركة لدراسة العروض الاستثمارية المطروحة على مصر علشان نبدأ ان احنا نشتغل عليها. واكد ان كل ما تنظر اليه رئاسة الوزراء او الدولة هو التنمية المستدامة. احنا عندنا مستهدفات في هذه التنمية، عندنا مستهدفات علشان زيادة استيعاب الأيدي العاملة المصرية، وبالتالي هذه العروض وليس عرض واحد. الآن تأكد هو لم يعد عرضا واحدا، القضية ليست عرض واحد، القضية أن هناك مجموعة من العروض. في خلال اليومين اللي فاتوا احنا في الحياة اليوم نوهنا شوية ووضحنا شوية أن الدخل القادم والمتوقع من العملة الأجنبية من عدة أطراف مختلفة، سواء بقى من الصندوق، سواء من الدعم الأوروبي، سواء من الاستثمار الصيني المباشر، أو من الطروحات اللي طرحتها الحكومة ورئاسة الوزراء. قالت نحن الجهة الوحيدة المنوط بها الإعلان بعد إذن حضراتكم بعد الدراسات، وسيتم الإعلان أولا بأول عن أي دراسة أو أي عقد يتم الانتهاء منه. آخر حاجة قررها رئاسة الوزراء النهاردة، دول ثلاث قرارات يا جماعة خدوا بالكم، أو ثلاث أخبار من اجتماع مجلس الوزراء، وهي لو سمحتم فعلوا تفعيل مخرجات الحوار الوطني، تفعيل المخرجات الحوار الوطني، ومش بس كده، وتوجيه من دولة رئيس الوزراء للتفاعل الإيجابي مع المرحلة القادمة من الحوار الوطني. كده كل قيادات الحوار الوطني والمشاركين في الحوار الوطني أصبح لديهم فعلا قناعة، لا ده احنا الشغل اللي احنا اشتغلناه والتعب اللي احنا تعبناه جاب فايدة وانعكس على الحكومة.
طب تسألني، هي الحكومة هتنفذ على طول؟ في إجراءات تم تنفيذها، وفي إجراءات تحتاج إلى إعادة تشريعات أو ضبط التشريعات، وبالتالي الدولة هتاخد هذه المقترحات وتبدأ تتحرك عليها لوضعها قيد التنفيذ. على الهاتف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. سيادة المستشار مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. هذه التوجيهات، هل أولا رقم واحد همسك التوجيه الأول وهو التنفيذ لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بالحزم الاجتماعية المختلفة التي وجه بها الرئيس بالأمس، قل لي هل سيتم فعلا التطبيق في شهر مارس؟ أكيد يا فندم، كما تم الإعلان أمس، كما أعلن بالبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية بتطبيق حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية وتحسين الأجور بداية من شهر مارس المقبل. اليوم راجع أو ناقش مجلس الوزراء وضع حزمة الحماية الاجتماعية وتحسين أجور دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بداية من شهر مارس المقبل. مجلس الوزراء ناقش كافة البنود وكافة المخصصات في هذا الصدد، وإن شاء الله سيتم تطبيقها من بداية من الشهر المقبل. طيب، هنتقل بحضرتك إلى اللجنة القانونية والفنية التي يتم تشكيلها من الجانب المصري في مجلس الوزراء، هل هتضم وزارات مختلفة؟ هل تم تحديد عدد الشخصيات المشاركة في هذه اللجنة؟ في الحقيقة يعني أحب أقول لحضرتك هي اللجنة مشكلة بالفعل، يعني البيان الصادر أوضح أن اللجنة مشكلة بالفعل، هي لجنة قانونية وفنية مشكلة، وبطبيعة الحال هي تضم الخبراء والجهات الفنية المعنية. اللجنة بطبيعة الحال يعني كما ذكرت حضرتك هي بصدد دراسة عقود استثمار إن شاء الله ستدر يعني موارد ضخمة من النقد الأجنبي، وإنه جاري الاستعانة. اللجنة بطبيعة الحال سوف تستعين بمكتب محاماة عالمي في صياغة النهائية. هل تم اختيار هذا المكتب؟ يعني جاري الاختيار يا فندم، لكن بطبيعة الحال يعني الحكومة بطبيعة الحال ستختار مكاتب محاماة دولية مرموقة لها خبرة واسعة في هذا المجال. الفكرة يا فندم خليني ان انا اكد على انه هذا البيان يأتي في اطار طمأنة السادة المواطنين على ان الدولة تعمل قدر الامكان على قدم وساق من اجل جذب الاستثمارات الاجنبية ومن اجل مواجهة التحديات الحالية في الاقتصاد، وان شاء الله يعني خلال الفترة المقبلة عندما يتم الانتهاء المفاوضات مع المستثمرين سوف يتم الإعلان عن كافة التفاصيل وكافة المشروعات التنموية الكبرى التي سيتم الاتفاق عليها خلال الفترة المقبلة، ويعني نطمئن السادة المواطنين أن الأمر سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في حينه، وأن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية بإعلان أي التفاصيل في هذا الصدد. المستشار محمد الحمصاني بشكرك شكرا جزيلا، متحدث باسم رئاسة الوزراء، على هذه المداخلة. عايز أقول لحضراتكم في وسط البيان تستطيع أن يعني تستكشف بعض الحاجات كده في كلمات معينة. إذا كنت تتوقع أن العروض القادمة أو العروض الاستثمارية لها علاقة بالسياحة فقط أو مناطق سياحية أو حاجات كده، لا، خدوا بالكم من البيان بيقول ايه. البيان بيقول ان الغرض هي مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الالاف من فرص العمل، خدوا بالكم، ثم وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة. اذا نؤكد ان هناك عروض مختلفة في اتجاهات مختلفة. انت كده بتتكلم على في عروض جاية في الصناعة، بس عروض عملاقة جدا في الصناعة. انت كده بتتكلم على ان في شركات مصرية جاية لها عروض ضخمة جدا. اذا قطاعات مختلفة، اتجاهات مختلفة، انطلاقة جديدة ونتوقعها وهم هيعلنوا عنها. طالما قال سنعلن اول ما نخلص العقود،
إذن هو أمام عروض واضحة الملامح وتتحرك بيها. هنا بقى هدخل بيك على التطبيق. في بداية الفقرة النهاردة في بداية الحلقة قلت لكم إيه؟ قلت لكم التطبيقات وتوجيه بتطبيق الحزم الاجتماعية اللي قالها الرئيس. ولكن وإحنا في نفس مناقشتنا حتى بالأمس عندما تحدثنا هل يكفي ما وجه به الرئيس؟ لا، هو الرئيس وجه بهذه الأشياء في التوقيت اللي اتحركت فيه مؤسسات الدولة لضبط السوق وضبط الأسعار، سواء الحقيقة وتحية لوزارة الداخلية المصرية النازلين متحركين في قضايا عديدة، سواء قضايا مالية الدولار أو قضايا السلع الغذائية أو غيره. وهنا تتحرك الدولة أيضا في ووزارة الزراعة وإعلان من وزارة التنمية المحلية على بداية وعودة انتشار الشوادر المختلفة علشان تتباع، ووزارة الزراعة داخلة بتوفر حاجات ووزارة التنمية المحلية بتتحرك على الهاتف. الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية متحدث باسم وزارة التنمية المحلية. دكتور خالد مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا دكتور محمد، مساء الخير على حضرتك وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها يا فندم. اخبار انخفاض او محاولة وضع سقف لارتفاع اسعار السلع ايه؟ وما الذي تقوم به الوزارة الان وتنسقه على كل المحافظات؟ يعني خليني اقول لحضرتك طبقا لتوجيهات القيادة السياسية في توفير احتياجات اهلنا في المحافظات المصرية وتحقيق الاستقرار، خاصة يعني ضبط ايقاع منظومة الامن الغذائي للمواطن المصري وعدم تأثرها بالازمات الدولية على مستوى العالم. مع الوزير اللي هو هشام امل وزير التنمية المحلية تلقى النهاردة من القطاعات المعنية بالوزارة جهود السادة المحافظين في تطبيق مبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لخفض اسعار السلع الغذائية، خاصة اللي بتتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية زي الفول والعدس والمكرونة والأرز والسكر والزيت ومنتجات الألبان والجبن، والتأكيد كمان على إقامة منافذ ومعارض توفر السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية زائد 7 دول طبعا بأسعار مخفضة تتراوح أو ملائمة تتراوح من نسبة الخفض فيها من 10-25%. طب بعد اذنك بعد اذنك يا دكتور خالد، بعد اذن حضرتك، عدد الاماكن او هذه المراكز اصبح عددها كام؟ لان الاقبال عليها هيكون كبير، احنا شايفين ارتفاع مجنون. انا عايز اقول لك ان انت بتخش محل تسال على السكر تلاقيه هنا ب 35، تسال على اللي جنبه تلاقيه ب 40، تسال عند اللي جنبه تلاقيه ب 38، يعني في تفاوت كبير جدا جدا. الوزاره بتعمل ايه مع الداخليه في محاوله الضبط و الاماكن او عدد الشوادر او عدد الاماكن المنافذ اللي هيتم توفيرها للمواطنين كام؟ يعني منذ اكتوبر الماضي وحتى النهارده الخميس 8 فبراير تم اضافه 902 منفذ. اضافه. بالتالي اجمالي المنافذ الثابته والمتحركه والشوادر والمعارض على مستوى 27 محافظه مصريه وصلنا النهارده ل 7126 معرض ومنفذ. تمام يا فندم. بالشكل ده طبعا بالتعاون طبعا مع اتحاد الغرف التجاريه والصناعيه والجمعيات الاهليه ووزارتي التموين وكذلك وزاره الداخليه والمجتمع المدني. طبعا زي ما وزاره الزراعه ايضا شغاله معاكم بتقدم لحوم وحاجات كده. طبعا يا فندم طبعا، وبالتالي هي دي كل مجهودات الدوله المصريه على ارض المحافظات المصريه، الهدف منها هو الإتاحة وزيادة المعروض السلعي من السلع اللي بيحتاجها كل بيت مصري، بس ده لابد أن يقترن بإحكام الرقابة على الأسواق. وزي ما أكد معالي الوزير النهاردة أن احنا وصلنا على مستوى المراكز والمدن والأحياء 6308 حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات المصرية. طبعا أسفرت الحملات دي يا فندم عن تحرير محاضر 13107 محضر مخالفة، واتخذت الإجراءات القانونية حيال طبعا المخالفين. طبعا تأكيد كمان دولة رئيس الوزراء ان التعامل بكل الحزم والحسم مع الناس المخالفين دول اللي هم بيستهدفوا عدم إتاحة السلعة او احتكار السلعة او حجب السلع، طبعا التعامل معهم وفقا للقانون، والتأكيد طبعا على منع التلاعب في الأسعار او الغش التجاري. وكذلك الامر فتح وجه مع الوزير بفتح مبادرة صوتك مسموع لتلقي شكاوى الأسعار أو ما يترتب عليها
نتمنى، احنا نتمنى ان انتوا تنجحوا في هذه السيطرة والتحرك للسيطرة، لان بجد المواطن عانى كثيرا في الاسابيع الماضية. دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا الايضاح. نستمر معاكم، نطلع فاصل ونرجع تاني الحياة اليوم. الأمن الغذائي ودعم الفئات الأولى بالرعاية هو من أهم الملفات اللي بيشتغل عليها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعلشان كده الهيئة القبطية الإنجيلية إحدى كيانات التحالف أخذت على عاتقها تنفيذ مبادرة إزرع لصغار المزارعين في كل مكان لتحسين أوضاعهم وزيادة محصولهم من القمح والمحاصيل الاستراتيجية، وده علشان يتحقق كانت الهيئة حريصة على استمرار عقد ندوات توعوية ومدارس حقلية للمزارعين، والمرة دي من محافظة الشرقية تحديداً بقرية قطيفة مباشر بمركز الإبراهيمية. لقاء مع أهالينا من صغار المزارعين وحول معاملات الزراعة، الري، التسميد، إزاي يوصل لأعلى إنتاجية ممكنة عشان يقدر في النهاية نوفر محصول قمح بجودة عالية، وبالتالي هيعود على دخل المزارع. مبادرة إزرع وفرت لصغار المزارعين التقاوي بنص الثمن، يعني الشكارة كانت بحوالي 550 جنيه، الشكارتين ب 550 جنيه. إن شاء الله السنة دي يمكن زرعنا 20,000 فدان، لو السنة الجاية إن شاء الله ندخل في حوالي 50,000 فدان. الندوة تضمنت التوعية بأهمية القمح والتعريف بالمبادرة وحزمة التدخلات والخدمات اللي بتقدمها المبادرة بتوزيع تقاوي القمح بنص الثمن وأهمية المدارس الحقلية والمعلومات اللي بيتم طرحها، ده بالإضافة لزيارات دعم فني للمزارعين عشان يستفيدوا استفادة كبيرة منها. القطاع الإرشاد الزراعي صراحة متواصل معانا باستمرار في الغيط عشان الحشاش والقصص دي والحشاش والحاجات ديت. لا صراحة المبادرة جميلة جدا، ادونا الإشكارة بنص تمن وخدناها زرعناها وإن شاء الله طالعة زي الفل عسل. والفدان والشكرتين يعني رخيصة وياريتها جت من بدري وزرع كويس ونتيجته كويسة. أنا بشكرهم على المبادرة اللي هم عملوها للفلاح، وبشكر كل من ساهم في المشروع. الهيئة القبطية الإنجيلية هتفضل مستمرة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم صغار المزارعين طول الوقت، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية والعمل على تحسينها ودعم صغار المزارعين. واحنا بنتكلم عن الأحداث الجارية على الساحة الداخلية، الاستثمارات القادمة إلى مصر، عودة الاستقرار في سعر الدولار، عودة الاستقرار، دي محاولات دائمة للحكومة المصرية إن هي تشتغل على الواقع اللي احنا قدامنا بسبب ملفات كتيرة جدا، بس هم مش ناسيين الملفات دي. النهاردة واحنا نوهنا إلى هذا من قبل، تستمر المحاولات المصرية وتستضيف مصر ومعها برعاية قطرية، تستضيف مصر مباحثات علشان نصل إلى حل وتهدئة للأوضاع في غزة والأحداث في غزة، وتشمل المفاوضات، وده لم يعد سرا، الحديث عن صفقة جديدة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، الأسرى اللي في السجون الإسرائيلية والمحتجزين الفلسطينيين اللي موجودين مع حماس في قطاع غزة. زي ما قلت لكم بالامس اللي قاله نتنياهو دي فرقعه اعلاميه كده بيتكلم فيها. انما تستضيف القاهره اليوم هذه المباحثات، ويؤكد مصدر مصري مسؤول، هو نفس الكلام اللي احنا بنقوله كل يوم ونفس الكلام اللي مصر بتحذر منه. مصر طلبت من جميع الاطراف، كل الاطراف، ابداء مرونه للازمه للوصول الى اتفاق. عايزين يوصلوا للاتفاق. زي ما حضراتكم عارفين كانت حماس قدمت رؤيتها لهذه الاتفاقية وقالت ان احنا عايزين اول هدنة هتكون 45 يوم، وخلال هذه 45 يوم هيتم اطلاق سراح مجموعة من الاسرى الفلسطينيين من السجون الاسرائيلية في مقابل
ان المحتجزين اللي موجودين من المدنيين نبدأ نخرجهم لكم، وهذه الفترة هتكون 45 يوم، ثم فترة اخرى ثانية هي الفترة اللي يعود فيها الناس الى غزة، ودي مرحلة تانية، جميع المحتجزين مقابل عدد معين من السجناء، كل المحتجزين بقيتهم بقى الفلسطينيين، وانسحاب كامل القوات الإسرائيلية من غزة. هنا بنتكلم كلمة جميع المحتجزين يعني ايه؟ يعني بما فيهم الرتب العسكرية. خدوا بالكم لغاية دلوقتي في مجموعة من الرتب العسكرية. المرحلة الثالثة قالوا فيها ان هذه المرحلة لتبادل الجثامين، الرفات بتاع الجثامين، ما هو في الطرف ده اخدين ناس ماتوا بسبب القصف الاسرائيلي على غزة، هم اللي قتلوا ناسهم، وبالتالي هم عايزين هذه الجثامين، واحنا ايضا عايزين جثث ولادنا الشهداء اللي هم سواء قتلوهم او خطفوهم من المقابر، وبالتالي هذه هي المقترحات بتاعت حماس. في نفس هذا الوقت تستمر مصر ايضا ويستمر معبر رفح. النهاردة عايز اقول لكم عودة 118 مصري من قطاع غزة الى مصر، ومرور 22 شخص اجنبي من وفود دولية مختلفة عدوا من معبر رفح داخلين غزة. 22 شخصية دولية مختلفة الجنسيات معديين داخلين الجانب الاخر. 80 شاحنة فقط تم عبورها النهاردة. مصر بتقعد تزق يا جماعة علشان تعدي هذه الشاحنات، من ضمنها 4 شاحنات وقود. عايز اقول لحضراتكم ان وصل الامر في بعض المستشفيات والحالة في غزة، احنا كل يوم في استمرار للضرب، وكل يوم في استمرار للاستشهاد، وكل يوم في زيادة في عدد الشهداء وعدد المصابين. في ممرض الضرب في صدره وهو بيعالج واحد اتضرب برصاص قناصة إسرائيلية، ضربوه برصاصة في صدره، ممرض في مستشفى ولابس لبس التمريض. انتوا بتتكلموا على محاولة دائمة ومستمرة لإحداث أكبر ضرر وأكبر عدد من القتلى من الجانب الفلسطيني، وقتلهم بشكل وحشي ومباشر قبل أن تتحرك القوى الدولية أو تتفاعل أكثر مع القرارات الدولية وغيرها. جرائم مستمرة. وعايز أقول لكم بمناسبة هذه الجرائم إن كيت فوربس رئيسة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، هنا بقى ما بنتكلمش عن الأونروا، الأونروا استلمت النهاردة 80 شحنة مع الصليب الأحمر الفلسطيني أو الهلال الأحمر الفلسطيني. متحدثة الصليب الأحمر بتؤكد أن كل ما يحدث في قطاع غزة يعد انتهاكا لكل القوانين الدولية، وأن المساعدات التي تدخل غزة عبر الجانب المصري ضرورية للغاية. كل الجهات الدولية بتوجه الشكر لمصر، وكل الجهات الدولية بتلعن في إسرائيل التي تحاول عرقلة أي عربية، أي معونة، أي مساعدة، أي دواء، أي هواء، أي مية، لا يوم بتعديها بتشق الأنفس. الله يكون في عون ولادنا المصريين اللي على اتصال مع الجانب الإسرائيلي كل يوم على كل شاحنة تعدي، والخناقة اللي بتحصل على كل شاحنة. الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم اللي قاعدين يقنعوا هنا يا ابني عايزين نخلص الدنيا دي، يا بتوع مش عارف مين كذا. احنا بنسعى الى تهدئة هذه المواقف لان احنا المنطقة مشتعلة للغاية. ومرة اخرى اؤكد لحضراتكم مرة تانية، التصريحات العنترية اللي عمال يطلع بيها نتنياهو وشوية الشلة اللي حواليه اللي خايفين من الطرقعة اللي اخدينها على قفاهم من 7 اكتوبر لغاية النهاردة، دي تصريحات تكاد تدخل في مرحلة البلاهة السياسية. البلاهة السياسية، انك انت تصل الامر انك انت تهدد ومحمر فيلادلفيا، واحنا هنعمل واحنا هنسوي، بلاش الكلام ده وانسى الكلام ده، وافهم كويس جدا انك انت تتحدث الان مع قوى اسمها مصر، مع شعب اسمه الشعب المصري، مع جيش اسمه الجيش المصري، وبالتالي انت لا تريد انك انت توسع هذه الرقعة اكتر من كده. مصر تستضيف
هذه المباحثات أتمنى أن تنجح كما نجحت من قبل، وبإذن الله هننجح أن احنا نهدي الموقف وأن احنا ندخل المزيد من المساعدات. بعد الفاصل الدكتور وجدي زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد في ضيافتي الأسبوعية الحياة اليوم. بادئ بعبد الوهاب، صعب جدا، عبد الوهاب شغله صعب، 21 اغنيه فبرضه رقم كبير، فيعني قعدنا درسنا بجد الحمد لله، يعني طالع كويس. كمان انا متفائل بانه معايا شباب من الاوبرا مغنيين حلوين قوي اخترتهم، احمد عفت ونهاد فتحي واسماء كمال، معايا العظيم محمد الحلو كتر خيره جاي برضه يشارك يعني، فميدو عادل هيغني أغنية كان عبد الوهاب عملها لممثل، فهو هيبقى أحلى إنه ممثل اللي يغنيها، وعاد وميدو صوته حلو. والله أنا فرحان أولا إنه قناة الحياة هتصور الحفلة على الهواء، لأنه المشاهدين اللي في المسرح مئة أو آلاف أو كده، لكن المشاهدين اللي بيشوفوا قناة الحياة ملايين، فدي حاجة كويسة انه تنتشر الحفلة في مجال اوسع بكتير جدا وعند فئات كتير من الناس وبلاد تانية. للعام الثاني على التوالي بنشوف مؤسسة صناع الخير إحدى كيانات التحالف الوطني وإحدى الشركات الشريكة ليها بتنظم احتفالية لإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تكافؤ لدعم طلاب الجامعات التكنولوجية وتسليم 200 طالب متفوق منح دراسية على مدار 4 سنين بإجمالي 10 مليون جنيه. اهتمام السيد الرئيس بالجامعات التكنولوجية وتطورها بشكل يواكب السوق العالمي والجامعات التكنولوجية العالمية، ده شيء كمان بيبشر ان المجتمع المدني من خلال صناع الخير والتحالف الوطني واي فاينانس في سنفونية كاملة من القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع المدني بيكمل مثلث التنمية، فقادرين احنا نقول احنا بنستثمر في العنصر البشري بشكل قوي جدا. مبادرة التكافؤ تم اطلاقها عشان نحافظ على ثروة مصر البشرية من الولاد النابغين طلاب الجامعات التكنولوجية. التعليم الفني بالذات بالنسبة لنا بيمثل حاجة كبيرة جدا، لان هو لما تيجي تبص عليه هو عصب الاقتصاد المصري، لانه بيمد سوق العمل بكوادر متدربة وماهرة بتقدر ان هي تلبي متطلبات السوق. المنحة الدراسية بقيمة 10,000 جنيه سنويا لكل طالب، وده كمرحلة اولى لدعم اكبر للجامعات التكنولوجية كمسار للمساهمة في تأهيل الخريجين لأسواق العمل وتلبية متطلبات قطاعات الصناعة من الفنيين المهر المواكبين لتطورات الصناعة عالميا. هم السنة اللي فاتت قدموا لنا منحة مبادرة تكافؤ وشجعونا ان احنا نكمل السنة دي السنة الثانية في مستوى الدراسي. احنا بنشكر مؤسسة والتحالف الوطني علشان هم قدموا لنا فرصة زي دي كبيرة، وان هم خلونا نحافظ على المستوى، وهم عملوا معنا مجهود كبير حقيقي وبشكرهم على ده. ساعدت في التفوق بالنسبة، لان هي يعتبر شالت من علينا حمل كبير حاجة زي كده. بنشكر مؤسسة صناع الخير والتحالف الوطني عشان هم قدروا يساعدونا في ان احنا نعمل حاجات اللي جاية كتير. مؤسسة صناع الخير احدى المؤسسات الرائدة تحت مظلة التحالف الوطني، دايما بتستمر في دعم الشباب الاكثر طموحا وتميزا تجاه النجاح والتفوق في مجال الابتكار والتعلم التكنولوجي لضمان مستقبل رقمي مليء بالكوادر والكفاءات الوطنية تنفيذا لرؤية مصر 2030. أنا حضراتكم مرة أخرى ضيفي الدكتور وجدي زين الدين الكاتب الصحفي
رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد وصديق العزيز. وجدي ازيك واخبارك؟ اهلا بيك صديقي العزيز. اهلا وسهلا. الاسبوع ده ايه اللي انت شايفه اهم حاجة حصلت فيه؟ طبعا الاسبوع ده فيه حدث مهم جدا جدا، هو قرارات الرئيس. تمام. قرارات الرئيس طبعا، يعني عشان نتكلم عن قرارات الرئيس لازم نتكلم على ان مجموعة القرارات المهمة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس، واللي النهاردة مجلس الوزراء بدأ يفعلها على الارض والكلام ده كله، دي يعني المسألة مرتبطة ببعضها. الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه القرارات تعد من اهم القرارات، وانا شايف ان القرارات دي يعني مش هنقول بقى عشان الحماية المجتمعية وعشان المجتمع وعشان شرائح الناس وعشان ظروفها وعشان وعشان، لا، انا شايف ان القرارات دي يعني لم تأتي اعتباطا ولم تأتي عشوائية. هذه القرارات تم دراستها دراسة مهمة جدا جدا علشان توفر ما يقرب من 200 مليار جنيه. دي مسألة في منتهى الخطورة، دي لها تفسير آخر تاني على فكرة يا محمد. إيه؟ التفسير ده معناه ان الدولة المصرية بتستعد تماما لمرحلة جديدة في تاريخها. هذه المرحلة، وده اللي لمح ليه رئيس الوزراء، احنا خلينا بس ايه هنربطها بكذا عامل. يعني العامل الاول هو ان الدولة المصرية اللي عملت بنية تحتية من كباري والاخر مش هنعدد، يعني البنية التحتية المهمة جدا دي باتت على أهبة الاستعداد لاستقبال استثمارات كبرى. مش هنقول أرقام، مش هنتكلم عن أرقام، في اتجاهات مختلفة. ده معناه إيه؟ طب أنا عايز أسألك سؤال كده قبل ما تكمل وتقولي معناه إيه؟ طبعا. أنت على دراية إن في اتجاهات مختلفة فعلا؟ فعلا أنا متأكد 100% إن في اتجاهات مختلفة، وهيتم ضخ استثمارات ضخمة في الفترة اللي جاية دي. يعني علشان كده حزمة القرارات دي لم تصدر عشوائية، أنا لازم أعمل رابط بين الاثنين. تمام. عشان الدولة المصرية توفر ما يقرب من 200 مليار جنيه، طبعا ده رقم ضخم جدا، أنت هتجيبه منين أصلا إلا إذا كنت أنت كدولة مصرية عندك الاستعداد لتنفيذ ده على الأرض. طب أنت هتنفذه منين؟ ده رقم ضخم جدا. طيب هننفذه منين؟ بما هو قد لازم اعمل عمليه ربط بقى. الربط بقى هنا بقى، وده كان اجتماع مجلس الوزراء النهارده، يعني ايه ده خلاصته؟ معناه ايه؟ معناه انك انت هيدخل لك الفتره اللي جايه اللي يعوضك عن هذا الامر بكتير جدا. طب انت عندك ايه؟ عندك اتجاهات مختلفه. انا مش هقعد اسمي فين وفين وفين وفين، لكن انا على يقين تام. انا هقررك يا وجدي. لا انا على وجدي انا هقررك يا وجدي. لا ما هو لازم نفكر في المساله. ما جاتش اعتباطا، هي كان باين من البيان، لان النهارده البيان بيقول ايه؟ أيوة. بيقول لك وفرص العمل ما انا جاي لك الصناعه. ايوه يعني انت عندك اتجاهات كتيره جدا، يعني فرص استثماريه واعده ومحترمه ومؤكده، ودي اهم حاجه، مش كلام بقى ورق ولا على الورق وشعارات والكلام ده كله، لا، انت عندك استثمارات مؤكده هتحل على مصر في الفتره اللي جايه. ليه بقى؟ لانك انت خلال السنوات الماضيه دي كلها مهدت الطريق عشان الحاجات دي تيجي. بنيت خلاص، فانت هتستقبل بقى. اذا المرحله القادمه هي مرحله جني الثمار للي انت عملته. انت عديت البنيه المظبوطه الصح اللي زي الكتاب ما بيقول، بقى عندك ايه بقى؟ الناس تيجي، الناس جايه. انا بقول الناس جايه من مواقف مختلفة كثيرة جدا ومن اتجاهات مختلفة. هتلاقي في الزراعة، هتلاقي في الصناعة، ودي مهمة جدا جدا عملية التصنيع. أنا يعني لا أكون مبالغ في القول لو قلت لك إن مصر هيبقى في عندها توطين للصناعات الكبرى. ده كل ده، وبالتالي حزمة القرارات اللي اتخذها الرئيس مش زي ما بعض كتير بيفسرها. لا، هو كان يعني انت علشان تاخد حزمة القرارات دي، يعني اللي فيها حماية للمجتمع والكلام ده كله والمكلفة على الدولة واللي ترهق ميزانية اي دولة، دي انا لما شفتها انا قلت اكيد في حاجة جاية. دي لا، سيبك من اللي جاي. انا بتكلم على انك انت تصل الى التمريض هنزوده كذا، مش عارف ايه هنزوده كذا، اعضاء هيئه التدريس، الاطباء في الخارج، بدل مش عارف كذا. ده معناه ان بقى لهم كام شهر بيدرسوه. لا، المساله مش عشوائيه، ده مش جايه امبارح ولا اول امبارح وكده، لا، ده دي معناها ان في دراسات وابحاث
وخلصت النتائج بالقرارات المهمه اللي احنا شفناها دي. طيب فالقرارات دي مرتبطه بامور في استعداد، وكانوا هم عارفين عشان كده كانوا سايبين الدنيا، وكان دايما رئيس الوزراء يقول استنوا ورئيس يقول استنوا. بالظبط كده، فده ما جاش من فراغ ولا طيب. عشوائي ولا جت كده الرئيس السيسي التقى مع دوله رئيس الوزراء ووزير الماليه ويلا طلعوا القرارات دي وخلاص، لا طبعا ما بتجيش كده المسائل، مفيش امور دوله تدار بمثل هذه الامور. امال ايه بقى؟ القرارات دي كلها جت نتيجه انك انت عارف هتعمل ايه في الفتره اللي جايه، عارف هتعمل ايه؟ انت عندك جهزت البنيه زي ما قلت قبل كده، جهزت البنيه، انت هتستقبل، وانا اؤكد لك ان المرحله اللي جايه هيبقى فيها صناعات كبرى، فيها ملفات، فيها يعني هضرب مثل بسيط بس. الغاز والنسيج مثلا، انت هتجد في استثمارات صينيه كبرى جايه، استثمارات من الهند جايه، انا مش عايز اسمي علشان ايه يعني مش وقته خالص. طيب مش ماشي وقته. انت واضح ان انت لك معرفه او انت بالحس الاعلامي، كلنا كاعلاميين حاسين بتوجهات تمام. والناس كلها باصه للساحل الشمالي، ولكن ليس هو فقط. لا طبعا لا، في عكس الساحل الشمالي، لا انت عندك في اماكن تانية. لا لا تمام تمام يعني زي ما هم اعلنوا النهارده. لا مش الساحل الشمالي بس، ده انت عندك اماكن اخرى كتير. تمام. انت طيب. عندك استثمارات جايه كويس. في مناطق مختلفه وبافكار مختلفه وحاجات جديده انت يعني ما تعودتش عليها. هو ده، ما احنا بنتكلم عن جمهوريه جديده. يعني ايه جمهوريه جديده؟ ويعني ايه دولة حديثة؟ ويعني ايه الكلام ده كله؟ الكلام ده ما بتبناش من فراغ، انت حطيت الاساس، الاساس جهز عندك، فكل ده جاي وفي تأكيدات، ومش عايزين نقول بقى عقود وحاجات جاية في الطريق. لا هم اعلنوا النهاردة ان في عقود بيتم دراستها، وفي مكتب دولي، وفي مكتب دولي، في مكتب محاماة دولي. ايوه هو مش مكتب بيرعى المسألة. انا اللي اعتقد فيه ان هو احد المكاتب القانونية التجارية الدولية. تمام. يعني انت تمام. بتتكلم بقى على حاجة زي جولدمان ساكس، بتتكلم على حاجات التقايل في العالم. ما ده اللي انا بأكد عليه، ان في صناعات تقيلة جاية في الفترة اللي جاية، في استثمارات ضخمة جاية في الفترة اللي جاية. اول ما انت بتخش يا وجدي على مرحلة ده برضه انت تجيب حد من بره، انت كده بتتكلم على تعدد المليارات. انت ما بتتكلمش على شركة وشخص و700 مليون. لا 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 انت بتتكلم على حاجات كبرى، لا انت بتتكلم على امور كبيرة، بتتكلم على صناديق استثمارية داخلة مثلا ب10 ب15 مليار. لا 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 الحاجات اكبر من كده بكتير. بس برضه انا عايز اربط ده برضه بحاجة تانية مهمة، هتقولي ايه علاقتها بيها؟ انت مصر الجهود العظيمة اللي مصر بتاخدها الان علشان تعمل تهدئة في المنطقة، والجهود المبذولة علشان مصر توقف الحرب الإسرائيلية البشعة دي على غزة وعلى الفلسطينيين وحرب الإبادة والكلام ده كله، مصر برضو رغم كل ده كله هي بتعمل حاجة تانية خالص، بتهدي لك الأجواء. أولا مصر يعني مش ساكتة وشغالة، يعني والقاهرة بتستضيف يوميا اجتماعات، والنهاردة في اجتماعات وبكرة يبقى في اجتماعات إلى حين يعني وقف الحرب الإسرائيلية. والأهم من ده كمان عودة الهدوء إلى البحر الأحمر، كل ده مرتبط كله. فأنت جاي الفترة القادمة إن شاء الله بإذن الله، يعني أنا أعتقد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حلف اليمين في أبريل إن شاء الله هتبدأ مرحلة مختلفة تماما عما سبق. أنت عشت المرحلة اللي فاتت كلها مرحلة بتواجه تحديات كثيرة، بتواجه عقبات كثيرة، بتواجه مشاكل كثيرة، وبتعمل بنية مظبوطة علشان تستقبل ده يبقى تأسيس الدولة الحديثة اللي احنا عايزينها. عجبني امبارح اتفضل الرئيس لما كتب التويتة بتاعته او كتب التعليق على السوشيال ميديا قال لك ايه؟ انطلاقا من واجب طبعا لا واجب وطني طبعا لا من واجب الحكومة الدولة يعني هو لم ينظر الى ما قام به ان انا قمت بتوجيه كذا وكذا، لا ده قال لك انطلاقا من واجبنا من الواجب طبعا من الواجب طبعا. فهو هنا حمل اولا يعني الكلمه دي لوحدها في القرارات اللي تم اتخاذها وهي عديده. نعم. انت عددهم تسع قرارات. تسع ايه؟ تسع قرارات. هو بيعتبر ان هذا ما واجب عليه. ما حاجه تسع قرارات يعني. اولى واجب يعني أولى. يعني مثلا الحد احنا هنعرضهم على وانت بتتكلم اول قرار مثلا الحد الادنى للاجور 50% لغايه 6000 جنيه، يعني دي حاجه مهمه جدا. اثنين العاملين في الدوله والهيئات الاقتصاديه من 1000 ل 1200 جنيه. علاوات دوريه للمخاطبين بقانون الخدمه المدنيه 10% من الاجر
الوظيفي و15% من الأجر الأساسي. ثلاثة، حافز إضافي بيبدأ من 500 جنيه لكل درجة وظيفية وبيصل ل 900 جنيه. خمسة، تعيين 120 ألف بالمهن الطبية والمعلمين والعاملين ببعض الجهات الإدارية. ستة، زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس. أنا اللي اكتشفته حاجة. سبعة، المعاشات 15%. تمانية، معاشات تكافل وكرامة 15%. والمهم كمان بقى رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%. كانت انت زي ما انت عارف كانت 45,000 جنيه، بقى 60,000 جنيه. دي تسع قرارات في غاية الأهمية. طب القرارات دي لم تأتي عشوائية على الإطلاق، لم تأتي عشوائية، القرارات دي تم دراستها بعناية ومش من يوم ولا أسبوع ولا أسبوعين، ده من شهور. هنتقل بيك إلى منطقة كلمة الواجب مرة تانية، هرجع عليها. طبعا ده معناه لأن كان الرئيس دايما بما يطلع يتكلم ويقول أنا حاسس بالمواطن وبيشكر المواطن والضغط على المواطن. بالأمانة في ناس كتير جدا كانت بتسخر من هذا الكلام لأن حالتنا كانت صعبة شوية. تمام. فعندما يعود للمخاطبة ويقول انطلاقا من واجبنا، ده معناه أنه شاعر كويس من بدري. أيوة طبعا. ومحضر وبيتحرك في هذا الطريق. اللي ماشي معاه بقى على طول هو تحرك مؤسسات الدولة، هو ده المهم بقى، الرقابة على الأسعار، ده التموين. قول. بص يا محمد، عايز أقولك حاجة مهمة جدا في المسألة دي. أنا مش هعمل كده عشان برضو الناس تطمئن، ودي مسألة مهمة جدا. زي ما البعض بيروج أن الحاجات دي هتتعمل كده يبقى رفع الأسعار هتزيد والكلام ده كله، لا مش هيحصل كده. ليه؟ لأنك أنت المؤسسات الدولة زي ما أنت بتتكلم يعني ما هيش يعني بتسير جنبا إلى جنب مع قرارات الرئيس. بمعنى إيه؟ أنا مش هعمل ده وفي نفس الوقت هسيب التجار ينهشوا في المواطن، لا، ده في رقابة مشددة جدا حاليا بدأت على الأسواق، في رقابة للتصدي لجشع التجار في الفترة اللي فاتت دي كلها، على مدار الشهر اللي فات تحديدا أو الثلاث أسابيع اللي مضوا دول، كانت هناك حملات واسعة وبشكل مكثف على الأسواق بشكل غير طبيعي، وتم ضبط تجار جشعين كتير جدا جدا وبيتقدموا للمحاكمة، وتم الحصول على منتجات غذائية كثيرة جدا في المخازن لبعض التجار اللي هم عايزين يحتكروا السوق والكلام ده كله عشان يرفع أسعارها. ففي في حركة، في دوي، في دوي، وفي يعني هي دايرة، هي دايرة متصلة. وبالتالي أنا شخصيا عندي قناعة ان، وده بطمن بيه المواطن برضو، ان القرارات دي يعني التجار مش هيقدروا يلعبوا بيها ولا هيرفعوا اسعار. مين ده اللي هيتلعب دلوقتي؟ وبعدين زي ما انت قلت، بص يا اخ وجدي، القادم اللي هيعمل كده تاني هيتنفخ. ده طبيعي جدا. بس كده، بس ده خلاصه القول يعني. دكتور وجدي زين الدين، الكاتب الصحفي، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد، بكون سعيد لما بتكون معايا عشان بنقعد نتناقش زي أيام زمان. سعدت بيك وبشكرك على وجودك معايا. هنطلع فاصل وهنرجع تاني بعد الفاصل. أخبار وكالة الفضاء المصرية إيه؟ أخبار القمر الصناعي التجريبي اللي مصر عملته إيه؟ هو إحنا فين؟ خدوا بالكم، أنا باخدكم فجأة من ملفات ساخنة وشغالة وسرقة انتباهنا، أوديكم في منطقة لم تتوقف عن العمل ولم تتوقف عن التطوير ولم تتوقف عن الابتكار ولم تتوقف. ليه؟ لأن هناك إرادة ودفع في هذا الملف. بعد الفاصل، دكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ضيفي في الحياة اليوم. يستمر المشهد الخيري ويفضل يدعم أهالينا من الأسر الأكثر احتياجاً علشان نشوف راعي مصر عضو التحالف الوطني بتقوم بتوزيع أساس منزلي وأجهزة كهربائية على أكثر من 30 عروسة وأسرة من الأسر الأكثر استحقاقاً بمقر المؤسسة في القاهرة ضمن فعاليات مبادرة فرح قلبي. إن الواحد يبقى ليه دور في المجتمع ويبقى سبب فرحة
وعلى فكره مش احنا بقى ده، احنا عايزين نشكر الناس اللي بتدعم الاسر ديت، فاحنا فرحانين بفرحتهم، ويعني بنتمنى ان احنا ناخد بركه الناس الحلوه ديت. قررنا ان احنا لما نعمل تسديد لاحتياجات الاسر من سلع ومعدات واجهزه نعمل الاجهزه بتاعتها وخلاص، بيبقى معنا عرايس، بيبقى معنا اسر اكثر احتياجا. ردود افعال كلها فرحه وسعاده على وشوش كل الاسر الموجوده، ما كانوش يتوقعوا الخير اللي قدمته راعي مصر، لكن ده دور كبير استمرت فيه تحت مظله التحالف الوطني، ودايما سبب في سد حاجتهم ومساندتهم. هم عندي شافوا حالتي، عملوا لي بحث، عملوا لي كمان شهريه، انا ابني حاله خاصه وكده، مش مقصرين معانا في اي حاجه. كانت ناقصاني ثلاجه وبوتاجاز وغساله ومروحتين، مبسوطه جدا الصراحه، ما كنتش متوقعه ان الحاجه كلها تيجي. اشكر مؤسسه راعي مصر ان هم وقفوا معايا، وربنا وقفهم لسبب، ناس كلها مبسوطه واحنا مبسوطين، ويدعوا في الخير على طول. المبادره هدفها تحقيق تنميه مجتمعيه شامله، وبناء حياه انسانيه لكل انسان محتاج، وتقديم الدعم المادي والمعنوي في افضل صوره لتحقيق حياه كريمه تسعدهم وتخليهم دايما مبسوطين. عدنا لحضراتكم مرة أخرى. الحقيقة ضيفي في هذه الفقرة هو عالم وصديق، ولم أكن أتوقع أن أنا الحقيقة أشوفه بيقدم ده لمصر، بس هو كان حريص أنه يقدم لمصر الخبرة الإدارية والقدرة أنه يتحرك بوكالة، حاجة مختلفة تماما، حاجة احنا كنا بنتمناها، حاجة احنا كنا بننتظرها، ودي محتاجة إدارة ودراية وعلم. ضيفي هو الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا سعيد بيك جدا. الله يخلي حضرتك. احنا بقالنا شهور وكده، احنا نعرف بعض من سنين، من سنوات، ولكن بقالنا فترة، وزرتك ايوه في الوكالة من سنة او من اكتر من سنة تقريبا، وكنت متولي بقى وبترتب وبتبني وبتعمل وبتحضر، واحنا متابعين حرب غزة ومتابعين القلق اللي بيحصل ومتابعين الكورونا ومتابعين كذا، وانتوا شغالين، وفجأة نكتشف ان مصر اصبح ليها مصر سات 2، واطلقتوا هذا القمر الصناعي في ديسمبر الماضي، ثم يوم السبت اللي فات طلعتوا نكست 1. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ايه دول؟ ايه الحكاية؟ احكيلي أين ذهبت وكالة الفضاء المصرية وإيه اللي أنتوا عملتوه ده؟ والله حضرتك بص، يعني طبعا وكالة الفضاء المصرية دي يعني بتعكس اهتمام الدولة بالمستقبل وبأهمية البيانات الفضائية اللي احنا بنحصل عليها اللي نحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية. طبعا يعني يمكن نبسط شوية يعني إيه معلومات بناخدها من الفضاء، لأن دي ليها تأثير غير مباشر على الاقتصاد وعلى نمو الدولة في كل القطاعات المختلفة. طبعا لما بتاخد حاجه صوره من الفضاء دي بتدي لك يعني فيجن كامله. هم بيعرضوا دلوقتي دي 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 المدينه الفضائيه كلها، دي المدينه الفضائيه كلها بالكامل اهي. واحنا طبعا دوله المقر اللي وكاله الفضاء الافريقيه، ده الاستقبال بتاع مصر سنه 2، المقر الرئيسي اكاديميه الفضاء، ده المدخل الرئيسي للوكاله. الوكاله خلاص اكتملت خالص، واحنا خلاص في طور الاعداد النهائي للافتتاح الرئاسي قريب ان شاء الله باذن الله للوكاله يعني. ودي هنا احنا دوله المقر لوكالة الفضاء الأفريقية، ودي كان حاجة السيد رئيس الجمهورية كان حريص جدا عليها إن مصر تكون هي دولة المقر. ليه؟ لأن ده بيدي مصر دور الريادة في مجال الفضاء. فوجود اكتمال الكيان بتاع المدينة الفضائية ده ساعدنا كتير جدا إن احنا نبتدي نوطن صناعة الأقمار الصناعية في مصر. طيب المعلومات اللي بتجيلكوا دي بتعملوا بيها إيه؟ بص حاجة، المعلومات دي بتغطي قطاعات كثيرة جدا. لما ناخد صور بالأقمار الصناعية، الصور دي بتخدم التنمية المستدامة، بتخدم التخطيط العمراني، نقدر نتابع المشروعات الكبرى للدولة ونشوف إذا كانت فعلا محققة أهدافها ولا لأ، بتخلينا نتابع الزراعات، يعني مثلا من خلال الأقمار الصناعية دي نقدر نحدد خريطة للتوزيع الأمثل للمحاصيل الزراعية، ونتابع إذا كانت فعلا المحاصيل ديت هي موجودة في أماكنها المظبوطة ولا لأ. يعني أنت تقدر تبص من فوق تعرف إذا كان ده زرع ذرة ولا قمح. كله نعرض بعض الصور كده على الشاشة. هنعرض بس مش الوقت، هنعرض بس مش الوقت، احنا دلوقتي مستمرين في عرض الفيلم الخاص بالوكالة وكده. أهو
دي الوكاله كلها طبعا، ده الوكاله تمام بكل انما قول. طب قول لي بقى ايه مصر سات 2؟ مصر سات 2 ده تعتبر تجربه فريده جدا بالنسبه لمصر. اولا ده الامر ده اتنفذ في خلال الشراكه الاستراتيجيه بين جمهوريه مصر العربيه وجمهوريه الصين الشعبيه، وده منحه كامله من الصين، فده مصر لم تتكلف اي مبالغ في اعداد واطلاق القمر دوت خالص. ولكن القمر ده تجربته فريده لان ده اول قمر مصر تطلقه في الفضاء وينزل ارض مصر ونفتحه والمهندسين المصريين يشتغلوا فيه. فحصل عمليه التجميع والتكامل الاختبارات كلها هنا في مصر. هنا في مصر فلو نقدر نشغل الفيديو عندنا فيديو للتجميع من ساعه وصوله ان المهندسين المصريين قدروا ان هم يشتغلوا اهو من لحظه وصول القمر اهو دلوقتي. ده اول مره يحصل الكلام ده في مصر. البتاع اللي احنا شايفينه دلوقتي فوق في ده اللي هو ده فوق في الفضاء دلوقتي، ده اللي في الفضاء، ده فعلا هو اللي في الفضاء، وده التجميع. المهندسين المصريين هم تحت اشراف المهندسين الصينيين بيشتغلوا في تجميع القمر، كل خطوات التجميع خبره كامله جدا اشتغلوا عليها 3 اشهر من اخر شهر مارس 2023 لاخر شهر 6. الشاسيهات دي كانت كلها فاضيه، اتجمعت كلها، والمصريين هنا خدوا خبره كبيره جدا في الاقمار اللي هي بنسميها من حجم المينيسات، اللي هي ده وزنه 350 كيلو، حتى نقله كده بيكون من اوناش وبيتم بطريقه مختلفه خالص. يعني ده بتسموه الميني، ده الميني سات، ده الميني سات. يعني في حاجات اوزانها اكبر، في حاجات اكبر كتير طبعا وحاجات اصغر كتير، انما هو ده الحجم اللي احنا عايزين نوطن التكنولوجيا الحقيقيه بتاعته، لان ده بيبقى امر ليه امكانيات قويه جدا ان هو يقدر يساعد في كل اهداف التنميه المستدامه للدوله المصريه، كل القطاعات المختلفه سواء كانت زراعه سواء كانت مياه سواء كانت تخطيط عمراني، كل القطاعات المختلفه بنقدر نوفيها من خلال القمر ده. فدي هي المراحل المختلفه للقمر والاختبارات المختلفه، ده القمر الحقيقي اللي طلع في الفضاء الحقيقي. فطبعا هنا دي بتكون تجربه فريده، زائد ان احنا حطينا داخل القمر ده مكون مصري عباره عن وحده اتصالات اتعملت بالكامل، اتصممت في مصر واتحطت داخل القمر ده. هنا نسبه التوطين في القمر ده وصل ل 15%. طب احنا المستهدف بالنسبه لنا في كل الاقمار ان احنا نوصل ل 60%. نسبة التوطين يعني المنتج المحلي؟ نسبة التوطين يعني ايه نسبة التوطين؟ احنا بنقول اي قمر علشان يتعمل يبقى احنا بنقول ان ده تم توطينه في مصر لازم يحقق بالنسبة لنا ثلاث محددات اساسية. المحدد الاول هو التصميم لان ده فيه كل حق المعرفة فيه. المحدد الثاني اللي هي البرمجيات. المحدد الثالث اللي هو التجميع والتكامل والاختبار. لو في اي عنصر حرج مش موجود نقدرش نحصل عليه من الخارج بنقدر ان احنا نوطن صناعته. فالثلاث مكونات دول بيمثلوا 60% من صناعه القمر. لو حضرتك قلت دلوقتي ان احنا اطلقنا مصر سات 2 ونكسات، نكسات التوطين فيه وصل 40%، ونكسات ده قمر تجريبي، ده اللي هو اطلق يوم 3 فبراير الماضي، وده نسبه التوطين فيه 40%. فده عملنا فيه كل البرمجيات بتاعت القمر بالتعاون مع الصين برضه؟ لا، ده معمول مع شريك الماني. احنا طبعا مصر بتتعاون مع كل دول العالم يعني. كم جاب كم جهه قول لي؟ احنا هلا عندنا تعاون حقيقي مع حاجات كتير لحد دلوقتي. احنا عندنا تعاون دولي مع ما يزيد عن 20 جهه مختلفه. عندنا شراكه استراتيجيه كبيره مع الصين لان هم عملوا معانا القمر مصر سات 2، وعملوا عندنا كمان مركز التجميع. الصور اللي حضراتكم شفتوها في الفيديو دي ده مركز التجميع والتكامل والاختبار اللي هو يعتبر الاكبر من نوعه في افريقيا والشرق الاوسط. فده بيدي لمصر قوة كبيرة جدا في عملية تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية، وبيحطنا على الخريطة الدولية يعني في هذا المجال. يعني دولة عملت قمر صناعي تبعته لك انت اللي تجرب نختبره. بالظبط كده، بالظبط كده، بالظبط كده. ده اكبر مركز في افريقيا والشرق الاوسط كله. بالظبط، من اكبر يعني يعتبر الاكبر من نوعه في افريقيا، وده بيعمل كل الاختبارات الاساسيه للقمر، سواء كان بقى محاكاه البيئه الفضائيه اللي هو القمر بيدخل فيه غرفه حراريه كبيره جدا بتحاكي كان القمر موجود في الفضاء، لما بيشوف الشمس الحراره بترتفع ل 150 درجه مئويه. لما بيرتفع يعني الشمس ناقص 150، فبنعرضه لحراره بتتغير من ناقص 150 درجه. ده عندك الغرفه دي؟ الغرفه دي موجوده، وبتاخد اقمار لحد 1 طن، نقدر ندخل اقمار واوزانها توصل فيها لحد 1 طن، وبتراقبوها بالكاميرات. كل ده بتدخل في الغرفه. كان اخر لقطه في الفيديو كانت مبينه القمر وهو داخل الغرفه دي، بيتقفل عليها بتتفرغ من الهواء خالص، الضغط بيبقى فيها تقريبا 1 على 10,000 من الضغط الجوي، بيطير يعني بتحاكي هو في الفضاء. وفي تجربه تانية اللي هي محاكاه عمليه الاطلاق نفسه، لما القمر بيتحط على الصاروخ عشان الاطلاق بيتعرض لاهتزازات شديده جدا، فلازم نتحقق ان القمر هيقدر يتحمل كل الاهتزازات دي لحد ما يطلع في الفضاء، فعلى حسب نوع الصاروخ اللي بيطلق عليه بتتحدد الاهتزازات. طب مصر سات اطلق بصاروخ منين؟ ده اطلق من الصين.
اطلق من الصين. من الصين من قاعده وركب الاوربت بتاعه او المدار بتاعه خلاص. ده في ساعتها القمر ده اطلق يوم 4 ديسمبر في خلال 13 دقيقه من الاطلاق كان وصل الاوربت بتاعه، وصل لسرعته واتفصل من الصاروخ وابتدى ياخد اشاره منه، وابتدينا نصور بيه تاني يوم على طول. يعني تاني يوم اول صوره اتاخدت ليه كانت لمكه المكرمه، فده كانت مكة اول المكرمة. مكه المكرمه جبت لنا الصور دي. في صور كتير هنا طبعا، وصورنا بقى صور لمصر كتير من ساعتها. طبعا المفروض ان احنا اول 3 اشهر بتبقى فتره تجارب للقمر، تمام، والمفروض ان انت ما زلت في فتره التجارب. احنا في فتره التجارب، والحقيقه في الفتره دي المهندسين المصريين دخلوا وابتدوا هم اللي بيتحكموا في القمر، وهم اللي بينزلوا الصور، وهم اللي بيحللوا الصور. يعني الصور اللي هتعرض دلوقتي دي كلها الصور كل التحليل بتاعها معمول. طيب نبدا بيه. دي صوره ايه؟ دي صوره وكاله الفضاء المصريه هنا. ادي وكاله الفضاء هنا اهو. ايوه اللي هي المنطقه اللي اقصى اقصى اليمين في الصوره اللي هنا دي، اللي هي موجوده دي وكاله الفضاء. هي دي صوره متاخده، شوف التفاصيل كلها باينه في الصوره، مبينه كل المنطقه دي. لو نشوف صوره تانية مثلا بعد اذن حضرتك، بس معلش عشان دي الحي الحكومي اهو، العاصمه الاداريه الجديده. ده الحي الحكومي. شوف حط كل التفاصيل. القمر ده على ارتفاع قد ايه يا دكتور؟ القمر ده على ارتفاع 550 كيلو تقريبا فوق سطح الارض. يعني انت من 550 كيلو جايب عدسه ضربه الصوره دي، كل التفاصيل، وتقدر تقرب اكتر من كده؟ ده اقصى اهو، ده اقصى تكبير ليه. بتقدر تشوف كل التفاصيل، كل المباني واضحه خالص خالص. ده انت شايف عربيات كله والكل هنا. دي الابراج اللي موجوده في العاصمه الاداريه، شوف حضرتك بخيالاتها كلها باينه ازاي. ناخد صوره كمان. هات. هنا دي المنطقه الاولمبيه في العاصمه الاداريه. في عندنا طبعا صور كمان لميناء دمياط، ودي مدخل العاصمه الاداريه ومسجد الفتاح العليم. المدنه باينه، وكل التفاصيل بتاعتها باينه، والجناين باينه، كل حاجه باينه في الصور دي. فصور فيري شارب. هنا ده الغردقه، شوف كل التفاصيل باينه، وهنا تفاصيل المياه باينه. ودي نقطه تانية برضو ممكن نتكلم فيها، ان احنا من خلال الاقمار دي بنقدر نعرف. تحدد لي الاعماق كله. لو في حاجات موجوده كمان في الارض بنقدر ان احنا نحددها، فكل التفاصيل باينه خالص. دي طبعا تعتبر تجربه كويسه. ده مطال الغردقه بتفاصيله كلها، طيارات باينه كلها بتفاصيلها. ده نهر النيل الجزء في ملاوي، ونقدر نعرف هنا منسوب الميه عامل قد ايه. ده مش منسوب ميه بس، الرقعه الزراعيه ده هنا بقى دي نقدر نحللها. انت اللي هتقدر تقفش الاعتداء على الاراضي. وغير كده كمان من الوان دي بنعمل لها تحليل بحاجه اسمها تحليل متعدد الطيف. بنقدر نعرف انواع الزراعات الموجوده هنا ايه من الصور المختلفه. وده الاهرامات اهي، صور الاهرام اهو. يعني في عملنا تغطيه كامله لجمهوريه مصر العربيه. ده المتحف الكبير اهو. فكل دي صور بتبين قدره القمر ده. الحته هنا خلينا نقف عند الصوره دي، ونهر النيل ده البرزخ اهو، وده شتايجنبرجر، والجزء بتاع الهجره غير الشرعيه اللي بتطلع من هنا اهو. وهنا النحر الموجود، وهنا في مصدات امواج كثيره موجوده. دي بتساعدنا ان احنا نشوف مدى النحر في الشواطئ عامل ازاي. فالحقيقه قدره الصور الفضائيه على البيانات وعلى المعلومات اللي بنقدر ناخدها بتخدم قطاعات كثيره جدا جدا جدا. دلوقتي معلش، انتم بتتلقوا هذه الصور، بتقدر تاخد كم صوره في اليوم ولا كم صوره في الدقيقه؟ بص حضرتك عشان تتخيل سرعه القمر 450 كيلومتر في الدقيقه. ده معناه ان هو بيقطع مصر كلها في دقيقتين. فالصور اللي حضرتك شايفها دي مصر. ده ممكن يصور شريط كامل من الشمال للجنوب وهو ماشي. ساعة التصوير بتاعته ممكن توصل ل 40 50 ألف كيلومتر مربع، فيقدر ياخد صور حجمها 40 ألف كيلومتر مربع. فبالتالي هو بياخد شريط وهو ماشي. دي راس البر. دي راس البر اهي، راس البر من بعيد باينه بقى كل التفاصيل اهي باينه، وكل عشان الناس اللي بتحب راس البر اهو بالمراكب اهي والمناطق الزراعيه الموجوده بكل حاجه. حضرتك بتقدر تتابع الحاجات دي كلها بدقه عاليه جدا. بياخد دقيقتين. بياخد دقيقتين يقطع مصر كلها. طبعا هو القمر ده بيتحرك لان هو في مدار منخفض. المدار ده يعتبر مدار منخفض. 55 كيلو. اللي هو 550 كيلو. طبعا الاقمار الثانيه اللي هي البث الفضائي اللي بيتبث منها البرنامج ده، دي على بعد على ارتفاع 36,000 كيلومتر. ودي ثابته بالنسبه للارض، يعني اللي هو اللي ما بيتحركش ده ثابت بالنسبه للارض. هو بيتحرك بنفس سرعه الارض، وده على ارتفاع 36,000 كيلومتر. الاقمار دي اقمار بنسميها اقمار منخفضه. ده على ارتفاع بيبقى من 400 كيلومتر لحد ما يقارب ال 1000 كيلومتر، وده بيتحرك بالنسبه للارض، فده بيلف بسرعه بالنسبه للارض. بيعمل لفه الارض في قد ايه؟ طبعا حضرتك هتقدر تحسبها بسهوله. هو بيعدي على مصر كلها في دقيقتين ثلاثه. فهو مثلا حسب المدار بتاعه ممكن يعدي على مصر مرتين في اليوم،
يعني احنا ده مظبوط ان هو بيعدي مره الساعه 10 الصبح ومره الساعه 10 بالليل. طبعا بالليل ده قمر تصوير فبالليل ما بيصورش، هو بيصور في النهار بس. بنقدر نتحكم طبعا حسب المدار بتاعه وحسب اليوم، بنقدر نعرف المدار بتاعه هيعدي على الارض في اي حتت بالظبط، وبالتالي نقدر نديله التعليمات ان هو يقدر يصور حتت معينه في البلد. ودي طبعا بتخدم كل الوزارات المختلفه. يعني الوزاره تيجي تقول لك بعد اذنك انا مثلا وزاره البيئه مثلا عايزه اعرف النحر في منطقه البحر قدام دمياط وراس البر وبورسعيد قد ايه، وتعمل لي صور مقارنه. بالظبط، نقدر ناخد بقى مثلا كل ما القمر يعدي على المنطقه دي يقدر ياخد لها صوره، ونعمل ارشفه للصور دي، يبقى عندنا ارشيف بكل الصور دي، ونقدر نعرف مثلا في خلال الاسبوع ده ايه اللي حصل، في خلال الشهر، لاننا بنحط الصور دي كلها على بعض وبنقدر نعمل مقارنه ليها بحيث ان احنا نقدر نعرف كل المعلومات. يجي لك مكتب رئيس الوزراء يقول لك لو سمحت ما زالت هناك تعديات على نهر النيل وعلى ضفاف نهر النيل، صور لي المناطق الفلانيه. نقدر نعمل كل الكلام ده. طبعا احنا هنا كنا زمان بنجيب الصور دي من اقمار بره، من بره بتجيبها من بره، ودي كانت فيها طبعا مكون دولاري لانها بتيجي من بره. فهنا ده احد مزايا القمر مصر سات 2 ده، ان هو هنقدر نخفف الحمل على العبء الدولاري، وان احنا بنوفر الصور دي لكل الهيئات كلها لكل طيب الهيئات. انا المختلفة. دوله تانية جت لك افريقيه وقلت لك لو سمحت وانت معدي من فوق صور لي كذا، ما فيش مشكله خالص، بتبيع له هذه الصور. نقدر نبيع، وده جزء، لان القمر فيه جزء خدمه للتنميه المستدامه للدوله المصريه، وهو بيلف العالم كله، فأي دولة أقدر أتعاون معها إن أنا أقدر أصور الدولة ديت، وأقدر مش أصورها بس، ده أنا أقدر أصورها وأحللها وأديله معلومات ذات قيمة بالنسبة للصور اللي بياخدها. مين اللي بيحلل؟ شباب مصري؟ إحنا عندنا في الوكالة في قسم كامل لالتقاط الصور وتحليل الصور، ونقدر نرفع الكفاءة بتاعتها. الصور دي كلها متعالجة، إن بترفع كفاءتها بسرعة عالية جدا، لأن القمر ده الدقة التفريقية بتاعته 2 متر، يعني ده معناه إن النقطة في الصورة 2 متر، وهنا حضرتك شايف تفاصيل يمكن تكون أفضل من 2 متر كمان. 2 متر يعني مثلا خط الـ على الأرض بتاع في حارة المرور ده بيبقى تقريبا 50 سنتي. لو بصينا على مثلا صور المطار أو حاجة زي كده هتلاقي إن احنا شايفين الران واي، هتشايف أنت شايف خطوط، شايف تفاصيل كتيرة يعني، يعني الحاجات الصغيرة خالص هتقدر تشوفها. ده معناه إنه العرض الطرق دي بيبقى في حدود أمتار بسيطة. لا لا، عمال أفكر شوف أنت عملت، أنا أصل احنا قاعدين في الاستوديو وحوالينا كاميرات، فأنا متخيل الكاميرا اللي على بعد 550 كيلو دي عدستها ايه وسرعتها طبعا سريعه جدا. بقول لحضرتك في دقيقتين ممكن يمسح مصر بالكامل، ياخد شريط عرضه 30 كيلو بطول المشوار بتاعه، يعني 30 في 1000 يعني 30000 كيلومتر مربع. فده في الشوط الواحد يقدر يعمل ستريب كامله من الطلع. الشمال للجنوب. هو ده، لان ده متزامن مع الشمس فبيمشي من الشمال للجنوب. في انواع مختلفه شرق وغرب، في انواع ممكن نخططها، وده ان شاء الله ده التخطيط الجديد بالنسبه للوكاله. طبعا احنا هنا شوف هنا ده مينا دمياط اهو، مينا دمياط اهو كله باين خالص، ده باين خالص اهو، وكل الحاويات باينه هنا اهو. شوف التفاصيل، كل التفاصيل باينه، كل المراكب باينه، كانك واخد الصوره بدرون من فوق الارض، شايف التفاصيل باينه ازاي. كل التفاصيل باينه خالص اهي، فده وتقدر تشوف بقى اي تغيرات، اي حاجه، تشوف الترافيك اللي داخل على المينا عامل ازاي، لو في اي حاجه تقدر تتابعها بصوره دوريه. وده بتدي على طول لمتخذ القرار رؤيه كامله لكل التطورات الموجوده في البلد كله، سواء كان يعني هو عمرية. القمر ده مصر سات بيجي لي من اوروبا ونازل جنوبا، بيلف هو كده، هو بيلف بالظبط، هو بيلف بيقطع الكره الارضيه كلها، كلها من الشمال للجنوب، كل الكره الارضيه بيلف حواليه، والارض طبعا بتتحرك بالنسبه له، فهو بيعمل زي دواير حوالين الكره الارضيه، والدواير دي بتتحرك بالنسبه للارض يعني. طب كويس جدا. هنا دي صوره ايه؟ دي ملاوي النهر النيل طبعا، ده الاهرامات. ده حاجه رائعه، لا حاجه رائعه. فده في وده بتاعنا، ده احنا علينا كنترول كامل، لينا كنترول كامل على القمر ده. فده نوعيه من الاقمار اللي هي بنسميها التشغيليه، لان ده قمر بروفيشنال بيطلع كل الصور اللي احنا عايزينها، وبيخدم مباشره كل اغراض التنميه المستدامه للدول المصريه، طالما متطلباتها بتتطلب الدقه التفريقيه ل 2 متر. في بعض التطبيقات بتحتاج اقل من 2 متر، دي احنا ما نقدرش نوفرها دلوقتي، انما دي في الخطه الاستراتيجيه بتاعتنا، ان احنا نقدر نطور اقمار حديثه فيها كاميرا تقدر تصور بدقه افضل من ال 2 متر كمان.
ودي موجوده الكاميرات دي موجوده؟ دي موجوده بيوصل 40 سم و30 سم بيوصل اقصى حاجه دلوقتي بيوصل ل 30 سم ده احسن دقه تفريقيه موجوده دلوقتي 30 سم بس دي طبعا ليها تطبيقات خاصه جدا وبتبقى غاليه جدا جدا يعني طبعا يعني وده احنا ان شاء الله في الخطه الاستراتيجيه لوكاله الفضاء المصريه طيب. ان احنا نوطن هذه التكنولوجيا دي. عملنا مصر سات علمنا كم شاب مصري كم مهندس مصري احنا عندنا في الوكاله تقريبا 150 مهندس دول يعني دول ثروه لان دول خدوا تدريب في اماكن مختلفه على مستوى العالم زائد الخبره اللي خدوها على ارض مصر هنا من التدريبات المختلفه فدول طبعا يعني حاجه قيمه جدا وبنستعمل المهندسين دول طبعا ان هم يبتدوا يدربوا الاجيال اللي جايه يعني احنا مثلا في اجازه نص السنه دي عملنا اسبوعين لتدريب لطلاب المدارس والجامعات ازاي يقدر يعمل قمر صغير زي كيوب سات كده حاجه تجريبيه وعاملين منها مجموعه من التجارب حتى بنوزعها على الجامعات وزعنا على 32 كليه في 26 جامعه مختلفه النماذج دي عباره عن 12 تجربه ازاي الطالب يقدر يبني قمر صناعي كامل متكامل بكل الانظمه المختلفه بتاعته فده بننشر الثقافة بتاعة الأقمار الصناعية وبالتالي بنأهل أجيال في هذا المجال ودي تعتبر برضه قوة لا مش الإعلاميين اللي زينا يعني تقول لنا نقعد حاجة جميلة جدا أنت بتنشر هذه الثقافة ولما عملت في الأسبوعين معلش أنا آسف أنا بوقفك طبعا طبعا لا طبعا أنتوا بتعملوا حاجات لا تعلنوا عنها يعني حضرتك قلت في الأجازة وجبنا الطلاب الجامعات والمدارس عملتوا بيهم إيه جوه؟ دول بقى خدوا التجربة إزاي يقدر يفهم يعني إيه قمر صناعي يعني يقدر يفهم التصوير ده بيتم ازاي ويقدر يفهم الانظمه المختلفه في القمر سواء نظام الاتصالات بتاعته سواء نظام الحمل الفضائيه التصوير كل الانظمه المختلفه بيقدر يفهمها ويستوعبها بحيث ان هو نبتدي نربي عند الاجيال وناهلهم في هذا المجال لان طبعا ده هيبقى ده المستقبل ده المستقبل ولما ناهل الاجيال في المجال ده هيبقى عليهم طلب على مستوى العالم فبالتالي طيب. احنا بناهل الشباب عندنا ان هم يكون عندهم القدره التنافسيه على مستوى العالمي في هذا المجال يعني هنتقل بيك لنكست واحد ايه قصته بقى نكست واحد ده يعتبر برضو تجربه مختلفه عن مصر سات 2 ليه لان ده في ده مع الجانب الالماني ده اتعمل مع الجانب الالماني وده فيه نوها ومصري كبير جدا زي ما قلت حاجه احنا عملنا البرمجيات بتاعته كلها اهم حاجه في القمر هي البرمجيات لان هي ده مفتاح القمر هو ده اللي بيبقى فيه كل النوها وحق المعرفه بيكون في القمر احنا عملنا القمر ده فيه نسختين نسخه مصري ونسخه الماني والاثنين دول زي ما تقول حاجه بيكملوا بعض كوبي النسخه كات. المصري هم الاثنين زي بعض النسخه المصري اتعملت بالكامل من المهندسين المصريين هنا في مصر في مصر كل البرنامج المصري ده اتعمل بايدين المصريين دي حاجه الحاجه الثانيه ان احنا عملنا كل تخطيط المهمه الفضائيه يعني بنوصف القمر ده هيمشي ازاي مساره هيبقى ماشي ازاي ارتفاعاته عامله ايه هيقدر يصور ازاي ده كل ده تم بايدين التصميم تم مشاركه بيننا وبين الجانب الالماني بالنسبه للتجميع وتكامل الاختبار تم كله في مصر يعني بدا عمليه تجميع القمر ده في مصر في المعامل هنا في وكاله الفضاء المصريه وكان في اختبار واحد ما كانش عندنا الامكانيه ان احنا نعمله في مصر ده اتعمل في المانيا انما بقيت كل الاختبارات للقمر تمت في مصر الحاجه الاهم كمان ان احنا مرينا في تجربه الاطلاق تجربه الاطلاق دي برضو ليها بروتوكولات دي بروتوكولات وتعقيدات كبيره طبعًا جدا ان هو طبعًا ازاي يحطه على الصاروخ وازاي يحط الادابترز بتاعته القمر ده يعتبر من طراز اسمه المايكروسات ده وزنه 67 كيلو جرام وده كويس. طبعا احنا اتكلمنا على مصر سات ده 350 كيلو ده 67 كيلو فده بيبقى في كاتيجوري تانية اسمها المايكروسات احنا في قمار بتبقى نانو سات ومايكروسات وميني سات النانو سات ده من كيلو ل 10 كيلو وبالمناسبه يعني احنا وصلنا في النانو سات ده لنسبه توطين 60% يعني وصلنا للمستهدف منه وبنعمل من النانو سات ان شاء الله في خلال شهور هنطلق قمر اسمه قمر التنميه الافريقي ده قمر معمول شراكه ما بين مصر واربع دول افريقيه اخرى وده يعني يلقي الضوء على دور مصر الريادي بالنسبه لافريقيا في تكنولوجيا الفضاء ازاي ان احنا نساعد الدول الاخرى ان يبقى عندنا مشروعات مشتركه ومصر يكون ليها الدور الريادي فيها جبنا مهندسين من كينيا ومن اوغندا قعدوا عندنا 9 أشهر يتدربوا على عمليه التصميم والتجميع والتكامل الاختبار للقمر دوت فده الكاتيجوري بتاعه النانو سات المايكرو سات اللي هي بندرج تحتيها نكسات دي احنا زي ما قلت حضرتك وصلنا فيها نسبه توطين 40% اللي هي ما بين البرمجيات بتاعته ما بين التصميم وما بين التجميع والتكامل الاختبار ده شيء جميل جدا واطلقناه منين؟ اطلقناه ده اطلق من الصين برضه اطلق من الصين من الصين هي برضو. الصين اللي بتطلع معظم الاقمار الصناعيه لكل هو طبعا على حسب احنا عايزين المدار ده يدخل في المدار ايه الساعه كام؟
فطبعا ده بيبقى فيه سلوتس معينه على مستوى العالم اللي تقدر تدخل لي القمر في المدار ده، وبتخش معاه كمان عامل التكلفه. فعلى حسب الاوفرز اللي بيجي لنا منين. انت بتقول ان ده قمر تجريبي، بمعنى ايه؟ انت مش منتظر منه حاجات كتير؟ لا، هو اهم حاجه في القمر ده ان احنا بنجرب التكنولوجيا المصريه هتشتغل ازاي على القمر. القمر ده عمره الافتراضي صغير جدا، عمره الافتراضي 6 شهور. لو قارنا مصر سات 2، مصر سات 2 عمره 5 سنين. فالقمر ده قمر تجريبي، احنا بنجرب التكنولوجيا المصريه على القمر ده. ده معناه ان احنا دلوقتي مصر عندها حاجه اسمها سبيس هيريتج، يعني عندها اراث فضائي. فده معناه ان احنا فعلا عندنا حاجة نقدر نحطها في الفضاء ونقدر نجربها ونقدر نشوف بتشتغل ازاي. فده الهدف الأساسي منه. ده مش هناخد منه، مش متوقعين ناخد منه مثلا صور زي مصر سات 2، مش متوقعين ان هو يدخل دخل زي مصر سات 2، ولكن هو الأقوى من كده ان احنا بنوطن تكنولوجيا ونمتلك التكنولوجيا دي. ده معناه ان هو مع نجاح التجربة دي هنقدر ان احنا نصنع القمر ده للغير أو نصنعه لينا لأهداف أخرى ولفترة زمنية أطول. طبعا خلاص، يعني طالما التكنولوجيا وصلت للماتوريتي والنضوج الكافي بنقدر نحن القمر ده يبقى من ضمن الحاجات اللي هي بقى تصنيع نمطي يعني. فدي خطوة مهمة جدا، يعني نكسات ده يعتبر إنجاز كبير جدا بالنسبة لتكنولوجيا الفضاء في مصر يعني. أنا سعيد بيكو جدا. الله يخلي حضرتك، ربنا يخليك. تحياتي ليك ولكل العاملين في وكالة الفضاء المصرية. واسمح لي كصديق، مبروك. الله يبارك في حضرتك. وربنا يكرمك يا دكتور شريف اللي بتقدمه لمصر. ربنا يخلي حضرتك ويبارك فيك. اشكرك جدا جدا. الله يخلي حضرتك. ده موجود اللي هو اهتمام البلد، والله لولا اهتمام البلد ودعم القياده السياسيه الغير محدود والله يعني فعلا عشان نوصل المرحله دي، هو لولا الدعم يعني اللانهائي من القياده السياسيه للدوله ما كناش وصلنا للمرحله دي خالص. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا وعلى ان انت اختصتنا بهذه الصور اللي بيتم نشرها لاول مره. دكتور شريف صدقي رئيس تنفيذي لوكاله الفضاء المصريه، بشكرك شكرا جزيلا. بشكر حضراتكم على المتابعه. حاجه جميله قوي ان فجاه بره كل الدوائر اللي احنا عايشين فيها كل يوم تلاقي ناس مستمره في الشغل، ناس مستمره في الشغل وبتحقق نتائج. مبروك لمصر كل هذه النتائج. نشوفكم على خير بداية الأسبوع. الحياة اليوم.